حديثنا في هذه الجمعة بمشيئة الله سبحانه وتعالى وفي الجمعات المتتالية عن عباد الرحمن، هذه سلسلة قرآنية أخلاقية سلوكية لا بد وأن نعيش معها، كما قال الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. هذه لوحة إيمانية قرآنية رسم فيها ربنا سبحانه وتعالى صفات العباد الذين استحقوا أن يصفهم بهذا الوصف، عباد الرحمن، والذين كرمهم الله سبحانه وتعالى بالإضافة إليه، بالإضافة إلى اسم من أسمائه الرحمن، عباد الرحمن. نحن نعيش في هذه الحياة ونجد أن هناك عبيداً للشهوات وعبيداً للغرائز وعبيداً للمال، عبيداً للدراهم والدنانير، ولكن هناك أناس استعلوا على هذه الأمور وأصبحوا عباداً لله سبحانه وتعالى، فأصبحوا عباداً للرحمن عز وجل. هناك من يعبد الدرهم والدينار، قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم. تعس يعني شقيا، هو في حياته في تعاسة وفي آخرته سيكون العقاب وبئس المصير. هناك أناس يفضلون الدراهم والدنانير على طاعة الله سبحانه وتعالى، هناك أناس إذا ما نودي للصلاة الجمعة كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ومع ذلك لا يستمعون إلى نداء الله عز وجل، لأنهم لا لشيء إلا لأنهم عبيد للدراهم والدنانير. فقال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدينار، مهما كانت مقوماته الاقتصادية ومهما كانت مكتسباته المالية ومهما كان عنده من أموال ومن عقارات وضيعات، إلا أنه في هذه الحياة تعيس، تعس. حكم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتعاسة والشقاوة، إما يعني قال الله سبحانه وتعالى في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. تعس عبد الدينار وعبد الدرهم. هناك أناس ليسوا عبيد للدينار والدراهم، ولكن عبيد لنوعية أخرى من الغرائز والشهوات، تجدهم عبيد للنساء، وتجد إنسان آخر عبيد للعمل. إنما المؤمن الحقيقي المسلم الصادق ليس عبدا لهذه الأمور، وإنما هو عبد لله سبحانه وتعالى، استحق أن ينسب إلى الله عز وجل، عباد الرحمن. وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم عباد له فقط، والله سبحانه وتعالى لم يقل في هذه السورة وعباد الرحمن، لم يقل عفوا وعباد الله أو عباد الرحيم أو عباد الملك، وإنما قال سبحانه وتعالى عباد الرحمن. الله سبحانه وتعالى أضافهم إلى اسم الرحمن لأنهم في دائرة الرحمة، هؤلاء هم الذين يستحقون رحمة الله سبحانه وتعالى،
هؤلاء الذين يشملهم الله سبحانه وتعالى برحمته في الدنيا والآخرة، يرحمهم في دنياهم ويرحمهم في آخرتهم. من هم هؤلاء؟ هؤلاء هم الذين اتصفوا بهذه الصفات التي بيَّنها الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة، ولذلك حُقَّ لنا أن نقف عندها وأن نبين هذه الصفات لكل إنسان مسلم أراد أن يتصف بها حتى يكون عبداً من عباد الرحمن الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات، وكان أولها أنهم يمشون على الأرض هونا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الله سبحانه وتعالى بدأ بهذه الصفة، صفة المشي. الله سبحانه وتعالى لم يبدأ لا بصفة الصلاة ولا بصفة قيام الليل ولا بصفة أنهم يخافون من جهنم ولا بصفة أنهم لا يشهدون الزور ولا بصفة أنهم يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما بدأ بصفة المشي. لماذا؟ هل المشي هذه الأهمية عند الله سبحانه وتعالى؟ أنت حينما تمشي، حينما تسير، هل هذا المشي صفة محببة عند الله سبحانه وتعالى؟ نعم، لأن المشي يعبر عن شخصية الإنسان. أنت حينما تسير في الطرقات تستطيع من خلال مشي الإنسان ومن خلال ملابسه أن تحكم على شخصيته، سواء كان مسلماً أم غير مسلم. لو كان مسلماً تعلم من خلال مشيه وملابسه هل هو من الطائعين لله سبحانه وتعالى أم من العاصين المتكبرين على الله عز وجل. ولذلك الله سبحانه وتعالى في آيات عديدة في القرآن الكريم يبين لنا أهمية صفة المشي. حينما تمشي كما قال الله سبحانه وتعالى تمشي هوناً، الذين يمشون على الأرض هوناً، هينين متواضعين لينين، لا يمشون بتكبر وافتخار على عباد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الإسراء في الآيات الحكيمة التي قال الله سبحانه وتعالى في آخرها: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، حكم إلهية ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء، كان من ضمنها قول الله سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. بعض الناس حينما يمن الله سبحانه وتعالى عليهم بالمال، أو حينما يمن الله سبحانه وتعالى عليهم بالعمل أو بأشياء أخرى من مقومات الحياة، يتفاخرون على عباد الله سبحانه وتعالى ويشعرون أنه ليس هناك أحد في منزلتهم. من أنت حتى تتكبر على الله أو حتى تتكبر على عباد الله؟ يعني يحضرني قول أحد السلف لأحد الملوك، قال له: كيف تتكبر على الله وقد أخرجك الله عز وجل من مجرى البول مرتين؟ مجرى البول أخرجك الله عز وجل منه مرتين، مرة من صلب أبيك المني، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى، ومرة من رحم أمك حينما ولدتك. وقال له أيضا: أنا أعرفك، أنت في أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة. أن الإنسان حينما يموت كيف يتحول، وأنت فيما بين الأول والآخر تحمل العذرة، تحمل البول والغائط في داخلك. فعلام التكبر، علم التفاخر، علم هذه المشية التي تدل على فخرك وخيلائك وتكبرك على الناس. أعلمتم أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لماذا بدأ الله سبحانه وتعالى بصفة المشي؟ أنها تعبر عن شخصية المسلم الحقيقية. هناك يعني بعض الشباب حينما نراهم يعني بملابسهم وطريقة سيرهم نعرف أنهم بعيدون عن المنهج الصحيح. يعني هذا الشاب الذي يلبس السروال الذي ينزل من على دبره، كيف تحكم عليه بأنه رجل من المسلمين؟ كيف تحكم عليه بأنه شاب عبد من عباد الرحمن؟ كيف تحكم عليه بأنه من عباد الله سبحانه وتعالى؟ هذه الفتاة التي تخرج وتضرب الأرض بأرجلها مع نهي الله سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن، أو هذه المرأة التي تمشي بدون استحياء، الله سبحانه وتعالى قال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، تمشي على استحياء. هؤلاء
النسوة التي يمشين بدون استحياء، كيف نحكم عليهن بأنهن من عباد الله سبحانه وتعالى؟ إذن صفة المشي في الشريعة الإسلامية لها هذه المقومات التي الله سبحانه وتعالى بدأ بها، صفة من صفات العباد الذين يمشون على الأرض هونا. الله سبحانه وتعالى في آيات سورة لقمان من وصايا لقمان لابنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. لا تصعر خدك للناس يعني لا تعرض عنهم بوجهك حينما تتحدث معهم وتتكلم معهم، يعني هناك أناس حينما تتحدث معهم لا يلقون لك اهتماما ولا يلقون لك بالا، يعرضون عنك بوجوههم لأنهم لم يتعلموا الأدب في حياتهم. وهناك أناس حينما تتحدث معهم تجدهم يلعبون في الأجهزة الإلكترونية التي أمامهم، وربما يكونون حتى أمام جمهورهم الذي يتحدثون معه أو يلعب في هاتفه. هذا ليس من الأدب. من الأدب حينما تتحدث مع إنسان أو يتحدث معك إنسان أن تعطيه وجهك وتحسن الاستماع إليه، ولا تصعر خدك للناس، لا تعرض عنهم ولا تمشي. شوف الآداب التي أدبنا الله سبحانه وتعالى بها. حتى في الصفات الظاهرية الإسلام أدبنا بآداب لا بد وأن نتأدب بها. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يعني هل ستكون كقارون الذي مشى في الأرض متبخترا وخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. هؤلاء الذين يعصون الله سبحانه وتعالى هؤلاء مستكبرون على الله عز وجل، هؤلاء الذين لا يطيعون الله سبحانه وتعالى هؤلاء مستكبرون على الله سبحانه وتعالى، مش مستكبرين على خلق الله وإنما مستكبرين على الله. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم على كل من يتكبر، سواء تكبر بماله. بعض الناس سبحان الله حينما أتوا إلى هذه البلاد فقراء عاهدوا الله سبحانه وتعالى لئن آتاهم من فضله لا يكونن من الصالحين، ولكن للأسف الشديد لما من الله سبحانه وتعالى عليهم بنعمه بنعمة المال وبنعمة الأوراق وبنعمة البيت وبنعمة السيارة بخلوا على الله وتكبروا على عباد الله. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. انظر من حولك ستجد أن هناك أناس كانوا معك في بيت الله سبحانه وتعالى، كانوا معنا في الطاعات، كانوا معنا في هذه المناسبات الإيمانية، ولكنهم لما من الله سبحانه وتعالى عليهم استغنوا عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. هناك أناس الفقر أفضل لهم، لأن الله سبحانه وتعالى لو أغناهم لفسدت أحوالهم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يطغى ويتكبر سواء على الله أو على خلق الله. هذا يعني إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى بعض النعم يطغى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لماذا تطغى؟ إن إلى ربك الرجعى، سترجع وتعود إلى الله سبحانه وتعالى وحاسبك الله سبحانه وتعالى على ما فعلت. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يكفينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة يعني مش يعني
مش نوعية يعني تجعله يتكبر، ده حتى ولو شيء قليل في قلبه من الكبر وعدم التواضع، ده حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس من أهل الجنة. فأحد الصحابة يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون نعله حسن وملابسه حسنة، هل هذا من الكبر؟ هل هذا من الكبر أن يلبس الإنسان ملابس جميلة أو ذات ماركات عالمية؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن هذه أن الكبر ليس في المظاهر وإنما هو في القلوب. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه لما رأى رجلا يعني يظهر التواضع وهو يعلم حقيقته، قال له سيدنا عمر رضي الله عنه: إن الخشوع والخشية هي في القلوب وليست في الرقاب. ترى بعض الناس يعني حينما يصلون تجدهم يعملون هكذا وهكذا، أو حينما يسرون في الطريق يظهرون لبعض الناس أنهم أذلاء وأنهم متواضعين. سيدنا عمر لما رأى رجلا يمشي متماوتا يعني يظهر المسكنة والخضوع ضربه بذرته، قال له: أمت علينا ديننا؟ إنما الخشية والتواضع هي في القلوب وليست في الرقاب، ليست في انحناء الرقاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلنها، فقال: إن الكبر هو بطر الحق وغمط الناس. إنما لما تكون ملابسك حسنة، الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال. ما هو الكبر يا رسول الله؟ هو إنكار الحق، هو احتقار الناس، أن تعلم أن الحق من هنا وتتكبر عليه، سواء كان الحق في الدين أو كان الحق في أمور سياسية أو كان الحق في أمور فكرية، ومع ذلك أنت تتكبر عليها بجهلك وبطغيانك ولا تريد أن تتبعه. هو بطر الحق، إنكار الحق، غمط الناس أي احتقار الناس، أن تنظر إلى الناس نظرة فيها ازدراء، فيها احتقار، تتكبر عليهم. هذا هو الكبر الذي قصده النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن صاحبه ليس من أهل الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التواضع وأن يبعد عنا الكبر. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم.